السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعوة الأربعين، نعوة العزلة، نعوة الحوات، نعوة الصوم، نعوة الحازم، نعوة الإتكاف، نعوة السلوك، نعوة الرياض. ولله تعالى في هذا المجيء في أرض الجميع إلهي أنت مقصودي وبقى مطلوبي، أعطيني محبة التقوى معرفتك، نصر من الله فتنكري، نصر مدد يسري مدد الرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لرضا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى هدي نبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إله تترك إله ذات مالك جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إله الشيخ إمام سليمان الجزولي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح شهير الأنبياء والمرسلين وخدماء سائر أرواح الود الأربع وإلى أرواح المشاهير في طريقة النسبة العليا كاسة إلى رحمة من تلك خواجة سبها ودن نسبا محمد الواس الفري أيضا مرحبا وعليا سيسيدي سبب الفجرد كستاني كرسوسو وأستاذنا سلطان وعليا سيد محمد نديم أيضا مرحبا كرسوسو وسلطان وعليا سيد محمد الشم قباني رباني كرسوسو وإمام رباني سيدي سيد كبير كرسوسو مسيدا كلمة الله سيدنا مهدي عليه السلام سيدنا عيسى عليه السلام وهاتي قصتي قصتي دعوي شديكي ونسف علي وأولي الله بيتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، ونعم المولى والمولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحيم. قل هو الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحيم. قل هو الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. برجوك انفرق من شر مخلاي ومن شر غاسق الوقوف ومن شر النفاسة في الوقوف ومن شر الهاسق نساء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب الناس ولك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سجن الناس من الجنة والناس الله أكبر. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسمع لله الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل الغفور جل جلاله القرآن جل الوهاب جل الرزاق جل الفتاح جل العلم جل الكبير جل الوسيط جل الغفير جل جلاله الرافي جل المعز جل الوزير جل الشامي جل المسير جل جلاله الفقام جل جلاله الهد جل جلاله اللطيف جل الخبير جل الحليم جل العظيم جل جلاله الغفور جل الشكور جل العلي جل الكبير جل الحفيظ جل المقيم جل جلاله الحسيب جل الرجيم جل الكريم جل الرقيب جل المجيب جل الحكيم جل جل والبر جل الجليل جل العزيز جل الشهيد جل جلول الحق جل الوكيل جل القوي جل المتين جل الولي جل المؤمن جل الموصي جل المهدي جل جلول المؤمن جل المولي جل الغامض الحي جل القيوم جل المجيد جل جلول المجيد جل العميد الاحد جل السمار جل جلول القدير المقتدر جل المهدي جل العاهر جل الاول جل الاخير جل الزهير جل جلول البديع جل والي جل متعالي جل بر جل طب جل المتقي جل رفوع جل جلاله الرفوع جل الملك الملكي جل جلاله جل الوهمي جل جلاله المسيح جل الجميع والغني والمغني جل المتي جل جلاله المالي جل الدار جل جلاله النادي جل النور جل الهادي جل الباري جل الباكي جل الراعي جل الشهيد جل السهير جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لا زال كمسي سيء وهو السميع البصير غفرك ربنا النسير ولم المعنى ولم النسير السمير وسير ولم غدير مريم المتقر جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يعتني وهيلون وهي هذه. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيد محمد صلى الله عليه وسلم وصل وسلم على من اسمه سيدنا احمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حميد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا حميد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا بشير صلى الله عليه وسلم سيدنا كيم صلى الله عليه وسلم سيدنا ياسين صلى الله عليه وسلم طاهر صلى الله عليه وسلم طاهر صلى الله عليه وسلم سيدنا طيب صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا جميل سيدنا مطهر صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم سيدنا قبل صلى الله عليه وسلم سيدنا إكرام صلى الله عليه وسلم سيدنا مزمل صلى الله عليه وسلم عبد الله صلى الله عليه حبيب الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سيفي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا نجي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الله صلى الله عليه وسلم حتى من صلى الله عليه وسلم سيدنا نصر صلى سيدنا مهين صلى الله عليه وسلم سيدنا مزكرة صلى الله عليه وسلم سيدنا مسلم صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي سيدنا بن توبادي سيدنا 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 عمر صلى الله عليه وسلم وعلي صلى الله عليه وسلم سيدنا قوي صلى الله عليه وسلم سيدنا سيدنا كريم صلى الله عليه سيدنا قبل صلى الله عليه وسلم سيدنا مبين صلى الله عليه وسلم سيدنا مبين صلى الله عليه وسلم سيدنا زكوة صلى الله عليه وسلم سيدنا زكوة مدرسة صلى الله عليه وسلم سيدنا مكرسون صلى الله عليه وسلم سيدنا مكرسون صلى الله عليه وسلم سيدنا 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 سيدنا
منهمرة والشمس مدنة والقمر مضيء والكواكب مستنيرة كنت أهيس كنت لا يعلم أحد هايس كنت إلى أنت وحدك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد لا علمك وصل على سيدنا محمد لا علمك وصل على سيدنا محمد لا كلماتك وصل على سيدنا محمد لا نعمتك وصل على سيدنا محمد لا سماتك وصل على سيدنا محمد لا علم أرضك وصل على سيدنا محمد لا أرشك وصل على سيدنا محمد لا أرضك وصل على سيدنا محمد لا جاهك ورموك ورم الكتاب وصلي وسلم على من كاتب في سبع سماواتك وصلي وسلم على من خلقك في يوم القيامة في كل يوم أمرا اللهم صل على سيدنا محمد كل كثر كثرة من سماواتك على يوم القيامة في كل يوم أمرا اللهم صل على سيدنا محمد على المشكوك عليها لك يكرك يكبرك ويعزك وعيما كل الدنيا في القيامة في كل يوم أمرا اللهم صل على سيدنا محمد لا سيما وسيما لا في انا سيدنا محمد لا مكنا سنا سمات على فيه مهم يبيع وقال تجي ملك يمدي في الدنيا من احمر اللهم صل على سيدنا محمد لا سام جريا وصل على محمد لا زيا زريا تيمي وقال تجي ملك يمدي في الدنيا من احمر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد عليه ديه وعرفت أول الأزل والأجل والرق والسمر يا جميع ما خلقت من أرضك وبين سماتك ما كان ما خلقت جميع الكلمات في كل يوم ومرة اللهم صل على سيدنا محمد إلى دم من السماء ما خلقت الدنيا من الكلمات في كل يوم ومرة اللهم صل على سيدنا محمد إلى دم من السماء ما خلقت من قدرتك اللهم صل على سيدنا محمد إلى ما خلقت في سبيل من خلقك ممن يعلم ما أنت ماما أنت قالوا فيها إليه بالكيامة في كل يوم أمرا اللهم صل على سيدنا محمد لا بهارك وصل على سيدنا محمد زينة سامي بهارك مما حملت وأقلت من قدرتك اللهم صل على سيدنا محمد لا مواجي بهارك مما قلت من يوم الكيامة في كل يوم أمرا اللهم صل على سيدنا محمد لا بأمر وحسن مستقر الذين وجسر وجبالها بيام خلقت الدنيا من كيماتي في كل يوم أمرا اللهم صل على سيدنا محمد نذر اغتراب مياه الأثبات والنهاية ملحة بيام خلقت الدنيا من كيماتي في كل يوم أمرا اللهم صل على سيدنا محمد نذر خلقت وعلى جابر أرضك وفي مستقر أرضنا شرقها وغربها سيرها وجبالها أوديتها وطريقها وآميرها وغاميرها سائر سائر من قلقت عليه ويفر من فهد أسحات ومدر وحجر بها من قلقت جيما جمد في كل يوم أمرا اللهم صل على سيدنا محمد النبي أدل الأبد العدل من كبلتها وجرفها وخاربها وناصرها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمرها وأوراقها وزرعها وجميع وأخرج يخرج من نباتها وبركتها مياما قلت الدنيا من القيامة في كل يوم أمرا اللهم صل على سيدنا محمد النار وقلب من الجن وإنس وشياطين وما ذكر منكم يوم القيامة في كل يوم أمرا اللهم صل على سيدنا محمد لا تكون شارك في أبدانه وفي وجوههم وعلى رؤوسهم من زكرات الدنيا من الكيامة في كل يوم أمرا اللهم صل على سيدنا محمد لا كفى الطير وطيار الجن والشياطين يوم قلت الدنيا من الكيامة في كل يوم أمرا اللهم صل على سيدنا محمد لا تكون بهمة كالغاء جلد أرضك من صغيرنا خبرك من مشارك الأرض ومغاربها من إسلام جنها ومما يعلم علم إليه أنت مياما قلت الدنيا من الكيامة في كل يوم أمرا اللهم صل على سيدنا محمد لا خلق كتاهم على وجه الأرض مياما قلت الدنيا من الكيامة في كل يوم أمرا اللهم صل على سيدنا محمد لا يصلي عليه وصلي اسمه لا تمام يسلم وسلم عليه وكثر النبت وصل على سيدنا محمد لا كل شيء اللهم صل على سيدنا محمد صل إذا يغشى وصل على سيدنا محمد في النار إذا تجلى وصل على سيدنا محمد في الآية الأولى
الأولى وسوي إلى سيد محمد شبا الزاكية وسوي اسم عليك المهدية وسوي اسم عليك وزاك الأهل المهدي شبيا وسوي اسم محمد حقا إليه وقام للشبا لسيد اللهم وعاقي سيد محمد بن مقام المحمول الذي أعطى الذي إذا خلى سترته وإذا فعل أعطيته اللهم عازم بينه وشريف بينه وابرج حجته وابرج فاضلته اللهم تقبل سفره في امتي واستمعنا بسنته وتفنى ملته وسنى بزبرته وتفنى وجعلنا من رفقه واغرب له اولاه واسكت به بكاسه وانفع بهمته اللهم امين واسالك بسرك ذواتك بان تسر على سيدنا محمد ادم احسنته وبما لا يعلم علمه الا انت انت رهمني وتدعو علي وتعافيني من جميع البلاء والبلاء ان تغفر لي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات واغفر لي ولوالدي ولوالدي واهببنا في علمتي وان تغفر ابلك على مذنب الخاطئ دائف وأنت تب علينا إنك غفور رحيم اللهم آمين يا رب العالمين اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من أزهمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك وبحق اسمك المخزون المقل الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستفتى به في علم الغيب إنك أن توصل إلى سيد محمد عبدك ورسلك وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سرت به أعطيت وأسألك باسمك الذي أدعو على الذي أظلم وعن النهر فصلى والسماوات فاستقرت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبل فارست وعلى السبت فزلت وعلى ماء السماء فسقطت وعلى السماء أمطرت وأسألك بما سألك به سيدنا محمد النبي وأسألك بما سألك به سيدنا آدم النبي وأسألك بما سألك به أنبياءك ورسلك وملائكتك مقربون صلى الله عليهم أجمعين وأسألك بما سألك به وعن طاعتك أجمعين أن تصلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا خالد ما أخرج من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض منهية والجبل مرشية والعيون منفجرة وأنهار منهمرة والشمس منية والقمر ومدي والكواكب منيرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا علمك وصل على سيدنا وعلى سيدنا علمك وصل على وعلى سيدنا ما أسهب له المنقوص من علمك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ما جل به القلم في يوم الكتاب عندك وصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا من سماواتك وصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا من أرضك وصلي اسم محمد وعلى اسم محمد انت خالقه يوم الدنيا يوم القيامه اللهم صل محمد وعلى اسم محمد على سوء البركه وسوء تسبيحه وتكسيره وتمديده وتمجيده وتكبيره وتهليله من يوم الدنيا يوم القيامه اللهم صل على اسم محمد وعلى اسم محمد على سوء اصحاب الجاريات ورياض الزاريات من يوم الدنيا يوم القيامه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا نبي قطعت الغرور من سماتك الى ارضك وما تقدم الى يوم القيامه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محبت اليه وادم تهاركت الاشجار والورق والزر وجميع ما قلت كرر حفظي من يوم قلت الدنيا يوم القيامه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا بكثر ما ادراتي والنبات من يوم قلت الدنيا يوم القيامه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا بدل النجوم في السماء من يوم قلت الدنيا يوم القيامه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ما خلقت في بها ريح السبت بما لا يعلم علمه الا انت وما انت خالقه الى يوم القيامه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا الادب ولا اسرف في مشارق الارض والمغرب بها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا الادب وقد خلقت من الجن والانس وما انت خالقه الى يوم القيامه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا الادب فاجرهم فالقاتهم هذه من يوم قلت الدنيا
يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا آدم الجن والملائكة وما قالت به يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا الطير والهواء والأرض وفوسي ولكم يوم شرق الأرض وغربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا الأدباء عزرما وأسرق النهار في يوم قلت الدنيا من القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا الشمس والجبين والشمس والغيم يوم قلت الدنيا يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد لما صلى عليه من الجن والإنس والملائكة في يوم قلت الدنيا يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد لما صلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا كما ينبغي أن يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا حتى يبقى ويصلي من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الدين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سجد في يوم السبت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا آتي وسيلة والفريضة والدرجة العافية وثم فمن من الذي أتى إنك تولي كل بآل. اللهم عظيم شأن وبين برهانات وأبلغ حجة وبين فريضة وتقول سبب في أمتي وتعمل بسنة يا رب العالمين. يا رب العرش العظيم. اللهم يا رب اشفنا في عظمتي وتعليمه اسكن به وإلهي ناسه وانفعنا بهمته امنا يا رب العالمين. اللهم يا رب بلغ وانا برسالي وجهينا وما جئت به نبي امتي يا رب العالمين. اللهم يا رب اني اسالك ان تغفر لي وترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلاء والخالي من الارض والنذير من السماء انك على كل شيء قدير. برحمتك أنت أكبر على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. ورضي الله عز وجل ورحمة المؤمنين ورضي الله وصحبه على أعلم وأمة الهدى وما صاحب الدنيا تأين تبيض يدينا ميسر إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتيك السبي في يوم الأحد كزفت تجي القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنت صلي علي علي أدم سبك قد سك سجلك أسلم يوم قلت دم يلقي من القيامة في القرية من أمرا. وأنت صلي علي علي أدم سلك القلاطة في يوم قلت دم يلقي في القرية من أمرا. وأنت صل علي علي السامي الجرية وتصل علي علي الرياح الثرية بيما قلت اليم الكيمة في الكل يم أهرا. وأنت صل علي علي الرهاب الثرية وعليه حركته من الأسد والشعر وشعر السمر والفر والأماء. خلقنا كر رئتك بين سمات يم قلت اليم الكيمة في الكل يم أهرا. وأنت صل علي علي المجي بهرك بيما قلت الدنيا من قيمة في الكلية من أورا. وأنت صل علي علي أدل الرمل والحسى وكل أجل ومدى أدل كلكته في مشرق الأرض وبقر بها سوريه أوصليه وجبيه أولي بيما قلت الدنيا من قيمة في الكلية من أورا. وأنت صل علي 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 بكبرة أجل بها شرقها وقر بها وصريها جمالها من سجر وسمر وقواجه وجميع رجل ما يخرج منها ومن نابتها وبركتها من أفضل الدنيا من القيامة في كل يوم أهبرا. وأنت صلي عليه وقال من سوى الجن وشهد وأنت قريب من هذه من القيامة في كل يوم أهبرا. وأنت صلي عليه رسالة ولم يرجوه ولا رسي من ذكر الدنيا من القيامة في كل يوم أهبرا. وأنت صلي عليه ينقسم أرضي وأعلم في يوم أهبرا الدنيا من القيامة في كل يوم أهبرا. وأنت صلي علي لك أدد سر الجن وخلق فقر الإنس ويما قلت الدين من قيمة في الكل يوم أهورا. وأنت صلي علي لك لبهم بهم إذا خلقت أرضك شاكرا
وصلي على
آله وعليه وعليه صلاة العرض وعجل لا تسهى. اللهم صل عليه سيد عرشك ومبلغ بتغليل كلماتك وتوب متعلماتك. اللهم صل عليه وعلى أزواجه وذرياته وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وعلى سنة تبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم إنك حميد مجيد. وجزينا من المعزين من نبي الأمة وجعلنا من المهتدين بمنهج الشرفة واهدنا بهدي من تابعنا على ملك وانصرنا يا من فاز الأكبر من الآمنة في جبرته ومن على به وبأله وصحبه وذريته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أوليائك وأكرم أسرك وأعظم أوليائك وخاتم أنبيائك وحبيب رب العالمين وسيد المرسلين وسيد مدد الدين وسيد ولي آدم أجمعين المرفوع الذكر والماء بالملائكة المقربين البشر النذير سراج المنير صلاك صادق العامل حكير مبين الروح الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم الذي أعطيته سبب المصدر والقرآن العظيم نبي رمضي وهدي الأمة ومن تنشق عنه الأرض ويدخل الجنة المعير بسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل مبشر بالتوراة والإنجيل المصطفى واجتبى المنتخب من خصيم سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هشيم. اللهم صل على ملكة المقرب التي يسبينا الليل والنهار يكثرنا ولا يسننها وامر ويقول ما يعمرون. اللهم كما شاءت فيت السفر الى رسلك وامن على وحيك وشهداء لك وقرب كرت لهم كل فغاك وجبك وادلهم على مقروني غيبك وترى من هزنة لجنتك وهبلة لأرشك وجلد من أسر جنودك فالله علم أن أسره السماوات الأولى ونزله من المسجد ونويته وقد سمع من قريش والأمات فسر عليهم صلاة دائمة تؤثر بالأرض وتجعلنا لاستغفارهم بها أهلا. اللهم صل على جميع أنبيائك ورسلك الذي شرعت صدورهم وأوضعتهم حكمتك وتوقتهم نبوتك ومن أنزلت عليهم كتبك وحللت بهم كرمك ودعوا إلى توحيدك وشوقوا إلى وعدك وعوقوا بوعيدك وأسدوا إلى سبيلك وقاموا بحجتك ودليلك وسلم لهم عليهم تسليما والحب لنا بصلاة عليهم أجرا عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا صلاة دائمة نغفر توعد بها نهفه العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الأسهل الحسن والجميل والبهجة والقمر والبر والنور والورد والهور والغفر والقشور والحسين الشكور والقلب المشكور والابن المحشور وجزء المنشور وابننا وابن البلد وزوجه طهرة والغلو يدرج الدرجة والزمزم والمقام وشر الحرام وجدنا بالأسلام والتربية بالأيطام وأهجي وتلاوة القرآن والتصحيب رمضان وشمي رمضان ولوالي المعبود ولوالي المرجود ولوالي الأهود صحابي الرغبة والترغيب والبغرة والنجيب والحول والغالبين ونبيل أنوابين نافقي وصابي الأوانوث في الكتاب نبي العبد الله نبي الكنز الله نبي الحجة الله من أتاه فقد أتى الله ومن أسر فقد أسى الله نبي العرب القرآشي زمزم الماكي التهمي سعيب الوجه جميل وترك الكهيل وآخر الأسير وكوسر وسلسبيل كهيل مدعونا ما بد الكافرين والقاتل المشركين وإلى الغرور الحجة للعلاد إلى جل النعيم وجرام الجوار الكريم سيدي سيدنا جبريل عليه السلام ورسول ربي العالمين الشفير والمذنبين وغيث القمم ومصباح الظلام وقمر التمام صلوا علي وعليه وسلم وعلي جبريل صلاة دائمة على العبد غير عبد الله لا تنسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يضج بها كبره وشفره بيوم هذه بسم الله وصلى عليه علي أجمل فوالي صلاة تجري الأجواد له ويطيح
الحوي أشر الأشأر جهيل ألا بميزان وأولينا بين العموم وأس أوصينا لسنة وعشر وخنا إمنا وعلى مقام وعلى خنما وفاعا ثماما وأن أصفى ضرقما ودلا تريكة ومسرنا سر الغالكة وشر إسلاما كسر أسنى أسنام وأسر الأحكام وأسر الحرم وأسر بإنام صلى الله عليه وآله وكل محمد وقوم أفضل سلفي وسلام صلى عليه يلي أدوام آسرة تقول زكرة وبرجاء صلى الله عليه سرة تمت زكية وصلى عليه يلي سرة تمت زكية وصلى عليه وآل آل سرية ولولا ريحان يا يقل ومغفرة غريب ونصر على أبدالي من تبع منهم نجاة وسمى بن فخر استرد بن الجاب الأكبر وتارد النجلي من غمام والبهار سيدنا ونبينا محمد الذي بمرآية الآلين جدوا الأخبار وبمجزة أيدي نقل كتاب وتبت الأخبار صلى الله عليه وسلم يدرجنا هجر لنسرتي نسر من رجالتي فلما المهاجر ولما الأنصار صلاة النبي الذي بالأجر الفكر الأثيار وهمت يولى الأدب والمدرار وهدى الله بين سلوته أظلم سيدنا سيدنا محمد وأنا ذلك كيف الكرام صلاة النصر ديابة الإسرائيل بدوم ذي الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد الذي هو قطب الجنة وشمس النبوة ورسالة والهادي والهادي من الزلات والمكذب من الجهات صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة ديابة وتولي متعلقبة بك أخو من أيام وليالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابتلاء الناس بالأول يوم الاثنين ثم لا يصف طاقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على وسجد لذلك وصلى سيدنا وبارك على سيدنا وسجد لذلك وبارك على سيدنا إنك أمير المجد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك على سيدنا وعلى سيدنا وبارك على سيدنا إنك أمير المجد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك على سيدنا وعلى سيدنا وبارك على سيدنا إنك أمير المجد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آله وصحبه إنك أمير المجد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله وصحبه إنك أمير المجد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله وصحبه إنك أمير المجد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى 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 سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وأمته المؤمنين ذرية أرضه كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا وبارك على سيدنا إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وزوجه وجبر القلب والأرض تلتهم كتاتها ساقيها وسيدها اجعل صلواتك على نهي بركته سيرا وأفعال تهنئك على سيد محمد أبلك ورسول بعثي لمعلك والخادمين لما سبقا ومن حق بالحق ودمي لذيت لآباتك أما هو من أخوة طول أبلك ذاتك مسر خافزا في مرضك يلي وحيك وحفظ لي أبلك بلد على ربي أبلك حتى ورق بصدك بسير الله الله تسبب أهل الوجود له المقبول الشهري ومرديا ما قلت الزمن تكي وعظي وخذ المحفظ والبرحان العظيم إن الله وعليك تبسر النبي يا أهل الذين أمنوا سر علي وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم على رحيم وبلغنا كريم وعن نبينا مشرقا شرقا وسلم على نبينا شيخ يا رب العالمين على سيدنا هاري ابن عبد الله خاتم النبيين وسيدنا المرسلين وامام المتقين وعلى سيدنا رب العالمين من شهيد الرسالة اليك باذن الله سيدي من السلام اللهم اجعل خيرك البركة وعلى سيدنا المرسلين وامام المتقين على النبي وسلم على عبدك وسلم الخير قيد الخير راسل الرحمن اللهم صل وسلم على محمد يا ويتوب هي الاول الاخير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وأزواجه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم 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 وبهم وموتي وعليهم أجمعين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وصل عليه وسلم وعلى محمد الأعلم وصل عليه وسلم محمد وعلى محمد وصل عليه وسلم محمد وعلى محمد وصل عليه وسلم محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا كما أمرتنا صل عليه اللهم صل على محمد وعلى سيدنا كما هو أهله اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد كما تبارك الله على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صل على اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد وصل على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد محمد علي درجة والخير في الجنة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبنه وأخذه اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا محمد على بيته وعلى سيدنا محمد سيدنا محمد حتى يبقى قبل سيدنا وارحم سيدنا محمد وسلم عليه حتى يبقى من البركة الشيء وسبارك اسم علي وسلم عليه حتى يبقى من البركة الشيء وسلم على سيدنا محمد وسلم عليه حتى يبقى من البركة الشيء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأخيرين وسلم على سيدنا النبي وسلم على النبي المرسلين وسلم على النبي وعلى آله إلى يوم الدين اللهم أتي سيدنا محمد وسلم على رحمة الله سأرى دادة الكبيرة اللهم أنا مدى سيدنا محمد وعلى وكل طريق الجمال جنة رؤية وارزق سبحانه وتعالى ملاك أسكنها وديوسها أزهب رويا سيكن إلى نازم وبلو يبأبت إنك عروس كرير اللهم لا بريد وسيد محمد من يتعيك والسلام اللهم أزهب من تبي سيد محمد أعلم أعلى وفاهل تحريف جنان ورويته اللهم تقبل سر سيد محمد الكبرى وتدد الأولى والأخيرة وسلوها في الآخرة والأولى كما أتقى سيد إبراهيم وسيد إبراهيم موسى إبراهيم وسيد موسى اللهم سيد محمد وعلى سيد إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى سيد محمد وعلى سيد إبراهيم كما باركت على سيد إبراهيم وعلى سيد إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا إبراهيم كليك والشافعي وسيد موسى كليك ونجيك وسيد عيسى روحك وكلماتك وعلى جبريل بركات سنجيك وخيرتك خلقك وأنمل أشفيك وخشيتك وأوليائك من آلهتك وسمائك وصل وسلم على ملائكتك وجل أشفي وزيد أمسي في الكلمات وكما هو ولما ذكر ذاكرك فلا أنا ذكرك غافلون وعلى بيتي التالي صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته على جميع النبي المرسلين ملك المكرم لا جنبال ليس لأن التراتيس ماما أنزل بيت رسول الله ما ولي ولا ما بدي الأرض من بدها توصل يوم علي ولا رجيم من سمي أنك سيدا وصل يسمى لنا توصل الأرض من سبرا توصل يوم علي ولا قال توصل وأحبابه إلى مقعد فذلي اللهم صل على شعري عليه مئات خلقك ورضا نفسك وزل نفسك وبل كلماتك وبل إليك أيادي اللهم صل على إبراهيم صلاة الله وسلام عليه من خلقك أجمعين كبرك فلك رجب الخلق اللهم صل عليه وصلاه عظيمه وسلم داويه مريم وايام يستهل داويه لم كد لها نصر لها غير ايام يذكرها في المطال اللهم صل على سيدنا ونبيك سيدنا ابراهيم كليلك وجبل انبيائك واسفه من ارضك وسمائك على خلقك وغير نفسك زل ارضك وملك لبيك نطها يدك زنه جميع خلقتك صلاة مكرة أبدا أدنى ما أسائلك ومنها ما أسائلك عدها ما أسائلك صلاة تزيد وتفوق وتفضل صلاة المرسلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع الخلق اللهم اجعل من الذين من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حرمته وأدلى كلمته ومحافظته وزمته ونسر اسمه وأعطوا قصة قصرا بطعمه فرقة وما زمرته ولم
فليس بلاد سنته. اللهم إني أسألك استمسك بسد أعوذك من إيراد إلى ما جاء به. اللهم إني أسألك من خير ما سأل منه سيد محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. أعوذ بك من شر ما سأل منه سيد محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أسلم في شر فتنة أكلم جميل من هذه وسلم ما ظهر وما بطن لك كل من الحقد والحزن وتجعل أن يجب عن أهل. اللهم إني أسألك الحد من الشيطان وترك لسيد تعلم وأسألك التقبل برزقي والرزق في الكفاف وأخرج البيان من كل شبهة والوفاء لنا بالشعب في كل مجاهدة وأدلى في الغضب الرد والتسليم لما يجري به كدوم الاقتصاد في الفقر والقرد والتأود في القول والفعل والسكر في الجرم الحزن. اللهم إنا لذروة بيني بينك وذنب بيني وبينك أخي. اللهم كن لنا فاغفر مكرم هذا تركك وتولى بنا بأنت بفضلك إنك واسع المغفرة. اللهم أمر كلمك واستعملها للعذاب والإخلال في دار السلف والأرسال في دار الفكر وكن شر الشيطان عجل منه ربط على طريقنا لا يكون له علي سلطان. Ibu Susani yang sudah sedikit dua berhari sos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lamu wa a'udzubika min syarri ma ta'lamu wa anta astaghfiruka min kulli ma ta'lamu innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alimul ghuyub. Allahumma hamni min zamani hadha ila yaqini wa tadawwuli. أديت رجلي وسري لنا في معياي. اللهم اجعل لنا إذا من راهر في هاشه من جميع الخلق حتى تبلغني أجل معافى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا الأذى من صلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا الأذى من صلى عليه وصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا الأذى من تبعتهم من باقي صلاته عليه وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا الأذى من تجب صلاته عليه وصلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا كما رضى أما قائل عليه وصلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا بدر من نور الأنوار يشرب بشعاع سير الأسرار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا وعلى بيت أبرار أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا نورك وعلى سيدنا أسرارك وعلى لساني حجتك والرسل مما عليك إمام حجتك ونجيك صلاة تدعو بلادك وتبقى بك صلاة ترضيك وترضي وترضى بها أن يرضى العالمين. اللهم رب الهر والحرام رب الوسع الحرام رب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبدي لسيدنا ومولانا محمد السلام اللهم صل على سيدنا محمد بسرعة وعلينا وإلهيرين وصلي على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى أبد وأخت وهيل اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى إليه من الدين. اللهم صل على سيدنا محمد أنت سريت العالم عليه أنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد أمير من وارث الوارث كما صليت على سيدنا محمد أمير المجد وبارك على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وقام وبارك على سيدنا محمد إنك أمير المجد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ما أتى به الوقا وجرى به قلمك وسبق به غشيتك وصلت عليه ملائكتك صلت دائما تنتبه دوما في دومك وكيتا بفضلك وانسانك إلى أبد الأبد أبدا لا نهاية لأبديته وعلى فجعل دينهم ياتي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ما هلك به إلوك وأصحاب كتابك وشهدت به ملائكتك وارضى وأسأل به وارحم أمته إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا جميع أصحاب سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا كما صليت على سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا كما باركت على سيدنا وعلى سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بخشوع قلبي من السجود لك أنا سيدة هذه الجهود ربك. الله يجري سيدة الجهود لك بأوارث الأهود وبكرسيك المقلب النور أشك العظيم الوجيل وبمكانة ترشك حق قبل أن تقرأ السماء تسافر وذكر إذ كنت من سماء تزلقته إلى أن أفوف
ورزقا بالتوفيق، واجعل من المهمين المحبوب الى المكرم الحبيب الى العشق نارك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ودود. اللهم صل على سيدنا محمد ما أتى بالبوك، اللهم صل على سيدنا محمد ما أسه أسه كتابك، اللهم صل على سيدنا محمد ما نبت به قدرتك، اللهم صل على سيدنا محمد ما كسر كسره إرادتك، اللهم صل على سيدنا محمد ما تأذى وتوجه إليك أمرك ونهيك، اللهم صل على سيدنا محمد ما أذى سمعه، اللهم صل على سيدنا محمد ما نبي بشرك، اللهم صل على محمد ما ذكر ذاكرون، اللهم صل على سيدنا محمد ما غفل عن ذكر الغافلون، اللهم صل على سيدنا محمد ما ترك الأمطار، وسلم على سيدنا محمد أغلق الأشجار، وسلم على سيدنا محمد ذاكر بالكفار، وسلم على سيدنا محمد ذاكر بالبهار، وسلم على سيدنا محمد ذاكر بالبهار، اللهم صل على سيدنا محمد ما أزرع الليل وأزرع النهار، اللهم صل على سيدنا محمد ما غلو والأسهار، اللهم صل على سيدنا محمد ما ذاكر بالمال، اللهم صل على محمد الأعلى النساء والرجال، اللهم صل على سيدنا محمد ما ذاكر بنفسك، اللهم صل على سيدنا محمد ما ذاكر بكلماتك، اللهم صل على محمد ما ذاكر بسماتك وعقلك، اللهم صل على محمد ما ذاكر بجنة عرشك، اللهم صل على محمد ما ذاكر بمخلوقاتك، اللهم صل على سيدنا محمد ما ذاكر بسرواتك، اللهم صل على النبي رحمة، اللهم صل على سيف الأمة، اللهم صل على كاشف الغمة، اللهم صل على مزري الظلمة، اللهم صل على معلن النعمة، اللهم صل على معطي الرحمة، اللهم صل على سيف الحول والمعروض، اللهم صل على سيف المغل المعمود، اللهم صل على سيف الوعي المعقود، اللهم صل على سيف المغل المشهود، اللهم صل على مسلم بقلب الوجود، اللهم صل على هو السمع سيدنا محمد هو سيدنا محمد سيدنا محمد، اللهم صل على سيف المغل على سيف العلم والمشهد وسيف الكرامة، اللهم صل على سيف بزعمة، اللهم صل على من كان تزل قمة، اللهم صل على كيان كوكب مريم أمه، اللهم صل على شفع المشاكل يوم القيامة، اللهم صل على درعا، اللهم صل على شفع الشفاعة، اللهم صل على شفع الوسيلة، اللهم صل على شفع الفجر، اللهم صل على شفع درج الأنبياء، اللهم صل على شفع الإراوة، اللهم صل على شفع النعلين، اللهم صل على الحجة، اللهم صل على القرآن، صلي على سيدنا السلطان وسيدنا سيدنا عزيز وسيدنا المعراج وسيدنا القريب وسيدنا النجيب على سيدنا النور وعلى سيدنا المقتدى سيدنا اتفاق اللهم صل على سيدنا جميع الانام على سيدنا سيدنا الكافيين كافي الاطعام على سيدنا من يزيد وانا بفاء بركه على سيدنا من تلقى وسلمه ذي الامانه اللهم صل على سيدنا سيدنا سبب يشفي كلامنا وشري من كلامه سبب يشفي في المجلس وسبي اعلام اللهم صل على بشر تنزيل وشري من بشر المنير وشري مساكن اليه بعير وشري تفاجر من بين اسيبه المعر النمير اللهم صل على المتعال وشري الانوار وشري من شاك له الخمار اللهم صل على الطيب المطيب وشري الرسول القرب اللهم صل على الاسد على الفجر ساعتي اللهم صل على الشكي وعلى سر الوادي الوثقى وعلى سر الارض العدى اللهم صل على سيد يوم الارض اللهم صل على سيدنا من الارض اللهم صل على سيدنا وعلى الحمد اللهم صل على سيدنا سيد سعيد الجد اللهم صل على سيدنا الذي غير الجهود اللهم صل على القاتل وعلى سيدنا الخاتم وعلى سيدنا المستوي القائم وعلى سيدنا سيدنا الكاشف وعلى سيدنا سيدنا الايام وعلى سيدنا سيدنا صاحب الدلالات اللهم صل على صاحب الإشارة اللهم صل على صاحب الكرامات اللهم صل على صاحب العلامات اللهم صل على صاحب الأجنة اللهم صل على صاحب المعجزات اللهم صل على خبر أعلى اللهم صل على من سلمت الله جاء اللهم صل على سلمت أهل الأجر اللهم صل على من سجلت بين يدي الأحجار اللهم صل على صاحب التفاخر من الأزهار اللهم صل على تمد ببركة السفر اللهم صل على من أريد من أجيات بدون الأشجار اللهم صل على من أخذ من الأمر الأجمع الأنوار اللهم صل على يسري علي تهات الأوزار اللهم صل على علي بن المريض الأبرار اللهم صل على علي الإيمان بكبر واستغفار اللهم صل على علي بن ربي في ذري في كدر اللهم صل على بن ربي الغفار اللهم صل على المسلم معيط اللهم صل على مطلب مجد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
محمد. اللهم صل من كان إذا مشى في بل أخاري ألحت الرجب الليالي. اللهم صل إليه وعليه وسلم وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أجمعين
اللهم صل على أبينا آدم ومن حواء صلوات ملائكتك وآتيهما من الرضا برضوان حتى ترضيهما ويجزيهما وجزيهما وجزيهما. اللهم أفضل ما جازيت به أبا وأما أن ولديهما ولديهما ولديهما. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل وهملة العرس وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام عليهم أجمعين أجمعين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما يحييه بك ومن الأمال وزنة حملك ومن كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد صلوات موصولة بالمزيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلوات لا تنقبض أبدا أبدا ولا أبد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجزيه أن ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد صلوات ترضيك وترضيه وترضى بها أن وجزيه أن ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد جهر أنوارك ومهدين أسرارك ولسان حجتك وعروس ملائكتك وإمام حضراتك وعطيرات ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين وزون والسباب في كل موزون عين عيان خلقك المتقدم من نور ديا من نور ديائك صلوات تدوم بدوامك وتبقى في بقائك لا منتهى لها دون علمك صلوات ترضينا وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلوات دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وبر كلماتك وعدد ما ذكرك به خلقك فيما مضى وعدد ما هم ذاكرون وعدد ما هم ذاكرونك به بما بقى في كل سنة وشهر وجمعة ويوم يوم وليلة وشعة من الشعة وسم ونفس ونفس وترافات ولمحات من الأبد إلى أبد أبد وأبد الدنيا وأبد الآخرة وكسر من ذلك لا ينقاطع أول ولا ينفذ آخر. اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه. اللهم صل على سيدنا محمد على قدر إنياتك فيه. اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره وبقضاء مقداره. اللهم صل على سيدنا محمد صلوات تنزينا بها من جميع
الأحوال والآفات، وتمدلنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها إليك على درجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وفي الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضينا وترضى عن أصحاب الرضا والرضا. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للحق لحق نوره ورحمته للعالمين نزوره أدى من مقام من خلقك ومن بقيا ومن شاهد منهم ومن ساقيا صلواتا فاستغفرت تغارق أدى وتحب بالعداد صلواتا لا قعدا ولا منتهى ولا كلا صلواتا دائمة بدوامك أو على آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي مالت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فقيها مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أداد أوراق زين زيتون وجميع الثمار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أداد ما كان وما يكون أداد ما أسلم عليه الله وعليه النهار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وأزواجه وذريته عدد أنفاس أمته. اللهم صل وبارك ربك الصلوات عليه جعلنا بالصلوات عليه من الفائزين وعلى حوله من الوالى واردين الساردين وبسنته وطاعته من العاملين ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامه يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آل سيدنا محمد. وقال شيخان أبو طالب وأبو حابد موان قالها سبع جمع في كل جمعة سبعة مرة وجبت سبعته رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هذه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوات تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه عداء وهذه الوسيلة والفاضلة والمقام المحمود الذي وعدته وجزيه أفضل ما جازين تابي نبينا عن قومه ورسولا عن أمته وسمع لجميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل فضائل صلواتك وسراب حفاظك زكواتك ونواميها بركاتك وعوالي بفاروقتك ورحمتك
ورحمتك وتحيون بنا وتحيين بك وقضى إلى على إلهك على سيدنا محمد سيدنا المرسلين ورسول رب العالمين قائل الخير وفاده البر ونبينا الرحمة وسيدنا أمة اللهم معايا سوه مقام المحمود الذي تدرك به قربته وتقر به علي أنه يقبضه به أولون والآخرون اللهم آته الفضل والفاضلة والسراب والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة السامحة اللهم آت سيدنا محمد وسيلة وبلغه مأموله واجعله أول شافي وأول مصفى اللهم أعزم برهانه اللهم أعزم برهانه وسكن من زنا وأبلج وزاد ورفع في أهلي إليين درجة وفي أعلى مقربين منزلة اللهم أحيينا على سنته وتوفنا على ملته وجعلنا من أهل شفعته وانصرنا في جمرته وأوردنا حوضه وسقينا من كعشه غير خزايا ولا داري منا منا ولا شاكنا ولا مبدلنا ولا مغيرنا ولا فاترنا ولا ممدوننا آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعاده الوسيلة والفاضلة والدرجة الرابعة ورسول مقام المحمود الذي ولده مع إخوان نبينا صلى الله عليه وعلى سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد النبي رحمة وسيدنا أمة وعلى عبد آدم ومن هوى ومن ولد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصل على ملائكتك أجمعين من أهل السماوات والأرض وعليك معهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات وتعبي بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيدنا الأبرار وزين المرسلين أخيار وأكرم أسلم عليه الليل وأسراف عليه النهار وعدد ما نزل من أول الدنيا إلى آخرها من النبات والأشجار صلوات دائمة بدوام ملك الله واحد القهار اللهم صل على سيدنا محمد صلوات تكرم بها مسواه وتسرب بها عقباه وتبلغ بها يوم القيامة منواه ورداه هذه صلوات تعظيما لحقك يا سيدنا محمد
صل على سيدنا محمد هاء الرحمة وميماء الملك ودار الدوام سيدنا كامل كامل فاتح خاتم عدد ما في علمك دائن أو قد كان كلما ذكر فهو ذاكر كلما غفل عن ذكرها وذكرها غافل صلوات دائمة بدوام كامل باقية ببقائك لا منتهى لها زهور علمك إنك لكل شيء قدير إنك لكل شيء قدير إنك لكل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى سيدنا محمد الذي هو أبهى سموسه لا نورا وعمارها وأشيار أنبيائي فخرا وأسهارها ونوره أرى أزهار أنوار أنبيائي وأسرابها وعودها وزكى الخليقة أغلاق وأزهارها وكرامها ألقاها وأدالها اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أبهى من القمر التمام وكرام من السهاب المرسلة والبحر الخاطب اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آل سيدنا محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعذرت العوائل مبيتي بذكره الورية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما وصليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك أرسلك النبي أمي وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد من الدنيا ومن الآخرة وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من الدنيا ومن الآخرة وارحم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من الدنيا ومن الآخرة وجزي سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من الدنيا ومن الآخرة وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من الدنيا ومن الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن تصلى عليه وسلم على سيدنا محمد كما ينبغي أن تصلى عليه اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك معاذ تاب وأمينك على وحي سماء اللهم صل على سيدنا محمد أكرم أسلام القائم بالعدل والإنصاف بالمنعوت بسورة الأعراف المنتخب من أسلام السراب والبطون الطراف والمصطفى المصطفى من مصاص عبد المطلب بن عبد المناف الذي عليت به من الخلاف وبيننا وبه سبيل الأباب اللهم إني أسألك بأفضل مسألاتك وبعافية
حبس أسمائك إليك وغرامها عليك وبما من تنت عليها بسجن محمد نبي صلى الله عليه وسلم فاستنقذتنا به من الصلاة وأمرتنا بصلاة عليه ويا جعلت صلاتنا عليه درجة وكفارة ولطفا ومنا من أعطائك وأدعوك تعظيما لأمرك واتباعا لواسياتك ومنتجزا لموعودك لما تجيب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأداء حقه كيف لنا إذا آمنا به وصدقنا واتبعنا نور الذين أنزل معه وقلت إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمر العباد صلوات على نبيه فريضة ترابتها وأمرتهم بها فنسألك زيزا بجلال وجهك ونور عظمتك وإما أوجبت على نفسك المحسنين أن تصلي أنت وملائكتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك وسبيك وخيراتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد اللهم ارفع درجات أو أكرم مقامه وتقل وسقل منزله وابلغ حجته وأتره ملته وجزيل صوابه وأهل نوره وأهل كرامته وألحق به من ذريته ولبيته ما تقر به عينه وعاتم في سجن نبينا الذين خلوا قبله اللهم اجعل سيدنا محمد أكثر النبيين تبعا وأكثرهم أزارا عن أبعد صلهم كرامة ونورا وأعلاهم درجة وأبشاهم في الجنة منزلا اللهم اجعل بالسابقين غاية وفي المنتخبين منزلة وفي المقربين درجة وفي المستوفيين منزلة اللهم اجعله أكرم الأكرمين إنك منزلا وأفضلهم نوابا وأقربهم مجلسا وأثبتهم مقاما وأسوابهم كلاما وأنزاهم مسألة وأبدلهم لديك ناسبا وعاتهم فيما إنك رغبة وأنزلهم في غرفة الفردوس من الدرجة الأعلى الأولى التي لا درجة فوقها اللهم اجعل سيدنا محمد أصدق قائل وأنزاه سعيد وأول شفيع أفضل مصفعين وشفيعه في أمته بسبعة يغبطه بها أول والآخر ويجمع مميزات عبادك بفضل قضائك فاجعل سيدنا محمد في الأصداق ناقلا والأحسان أملا وفي المحدين سبيلا
اللهم اجعل نبينا لنا فرضا واجعل عواده لنا موئلا لأولا لأولنا والآخرين. اللهم سرنا في جمرته واستعملنا في سنته وتوفنا على ملته وعارفنا وجهه واجعلنا في جمرته واهز به. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نراه ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوردنا حوضه وتجعلنا من ربع قائه مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والصالحين وحسن أولئك ربك. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك يا عظيم.
سبحان الله سيد جميل فإن كنت المجمع الذي أشهد مريدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا فلا فجر ولا فجر ولا عبد ولا عنيدا اللهم نصر فإن نصر أن تكن دارا والذي لا إله إلا أنت وإن الأصحاب الذي لم يكرم جولة الشكر والحق يا من لا ولا من إلا إله إلا من سيد بدو يدري بما من هو الحي الذي يموت لا إله إلا هو الشهد لها وإجعل أنت الله الفجر سمر الذي يدبر الغيب وشهد رمضان من غير القمر فإن هدايا اللهم صل على النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت
تاسيب فلا تبعدنا وببارك أنك ترى تدعونا وإيك نسل فلا تكيبنا ربحاً ترغبنا من خافنا وتغلع من أسلك أهوالنا وجل بتغل أشرك ولنا والخريم على حاكم سنادات أعمالنا واهدم يا صديق سنزل يا رميلات والرب ويأكل هاجب عليك أمرتنا وتنا وحيدنا فارتقبنا ولا أن يصل إلا وفق عفونا يحايل وأمر وأكرم مسؤول إنك أخو الغفور رحيم يا أرحم الرحيم وصلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.